تصعد مع بعضنا أهم وسائل خاصة السيدة رجاء داوود وهي مديرة الرقابة المستمرة في حاجياته من تمويل ومن خدمات بنكية مصرفية. ولكن هي تريد أن تغادر البنك لأنها أحدث معها علاقة مستمرة شباك في مصرف تقليدي. ولكن أعتقد أن موجودين في الصرف الإسلامية مش موجودين في الصرف التقليدية في كل حالات. سهل عاش يا أخي من الأشياء. أنا أعتبرهم هم الأساس. وهذا الأساس اللي يجعلنا نكون اليوم إحنا. أنا ديما نقول ونعاود أن هذا النوع من الصرفة مزاياه بغض النظر عن محتوياته الوجدانية والدينية وغيرها. مش نتكلم على من الناحية المهنية حسب. هو منتوج ادخاري واستثماري معه له ميزاته يعني بالنسبة للأخر ميزاته أنه اللي هو يمتاز عليها كونه في حاجتين اللي هم الآن في قلب الصرف العالمية مش الصرف الإسلامية العالمية هو كيف ندير جماعة المخاطر لا جيستيون كومون دي ريسك وثانيا كيف نجعل المال في خدمة الاقتصاد العيني أكثر. الصرف الإسلامية مش جديدة طبعا السنوات أن البنوك تشغل حسب قواعد الصرف الإسلامية لكن عملنا قانون الآن أصبحت مقننة في قانون البنوك وبينت أنا في الكلمة متاعي يعني خلفيات التشريع لخصوص الصرف الإسلامية وبينت خصوصيات هذا النوع من التمويل اللي هو اسمه نشوفوه كتمويل مكمل للتمويل العادي البنوك اللي تقالوا ماناش باش يعني نكتفيوا بالتمويل الاسلامي فحسب هو مصدر من مصادر تمويل المشاريع في تونس وحتى البنيه الاساسيه في تونس في عود نقترض بجانب اقتراضنا في الخارج في الاسواق الخارجيه كذلك نجم ناخذ الصكوك الصكوك السياديه كل هذه ذكرتها وقلت أن هنالك يعني مجال ومساحة للانتفاع بهذا النوع من التمويل سواء كان على المستوى التجاري أو على المستوى الاقتصادي أو تمويل المشاريع أو تمويل البنية الأساسية يعني نحب نختم باش نقول كونه المهم وكونه نخرج من طريقة الوديعة والانتريس على الوديعة واللي هو الديبو مهم يعني مازال موجود ونعملوا به ونقولوا بكون انت عندك ربع صور دي استثمرهم كان فما ربح نقسموه جميعا يعني.